الشتاء يعني الله يحسن العوان ديالهم تما راه يعني كياخذ واحد شي حراره ديال عنده الموتور وغادي البرد كاين والشتاء كاينه الله يحسن العوان كيشري 100 درهم 90 120 130 يعني على حسب الكاليتي داكشي ما مقادش شي ما لا اي موديل كيجي اي واحد عنده العبار ديالو عنده اي واحد عنده العبار ديالو كل واحد والكاليتي اللي عنده ديال الموتور كاين اللي عنده كبير كاين اللي عنده صغير كاين اللي عنده يعني انواع وهادشي نقول لك الصراحه ما عم سعد مولين السلعه اللي كيدخلوها من برا اللي كيجلبوها اما حنا هنايا في السوق حنا هذا باغي يبيع ب 10 الاخر باغي يبيع ب 8 باغي يبيع ب 6 يعني بحال لا كنروجوا الماكن ما يوقفوش ما يسعش ربح ما كاينش نقول لك الصراحه ما هي باش دير الموتور باش دير الموتور على البرد وعلى الشتاء وعلى داكشي هذا هي اللي كنخدموا دابا في هذا الوقت ديال البرد وديال الشتاء وعلى هذا اقبال دابا في هذه الايام شويه كيستعملوها الناس مال الماطر على حساب البرد والشتاء وداكشي كما قلت لك ودابا حاليا هي اللي خدامين فيها التجاره هذه موسميه والصيف حتى هو كنخدموا فيه الحاجه ديال الصيف بحال الباراسول وبحال بيرغولا بحال ودابا حاليا على حساب الموسم اللي كنا كنخدموا به في اي وقت على حساب دوك الحفالي ودوك العراس مع هاد الكوفيد ما كنخدموش فيهم نهائيا دابا حاليا كنخدموها في هادشي ديال بيشان الماطر مع وقت الشتاء وديك كابيتشو هذا شحال الاسئله ديالهم الثمن ديالهم باديه ما بين 100 درهم حتى 180 درهم كيجيو مال الماطر وكيجيو الناس اللي كيعاودوا فيهم البيع حتى هما كيجيو كيدوا فيهم وكيعاودوا فيهم البيع حتى هما